ما عايزين نعمل رساله يا راجل، متى ترد الامام؟ متى تفتح على الامام؟ يعني دي بيجيبها على كثير من اداب الاستفتاح على الامام. نقول في الاحكام انت فاهم، لان الوقت بيبقى في لغط كثير في المسائل. لو انا شايف يعني هو مش بيقراها، مش بيقراها زي الفقهاء من درس، لكن لو ضيع الشدات بتاعتها، لو ضيع، لو قال اياك نعبد واياك نستعين كده غير المعنى، لان اياك هو اللوم. فبنقول اياك لازم شدتين ده كده يقول انت نعبد يكتب. ففي الحاله دي خرجت يقول لك اياك نعبد اياك، او قال لك ولا الضالين، شدة الضاد شدة الله، كنت فتحة فيها حوالي 13 شدة وليد، 13 شدة وليد. وقرأوا الذي أنعمت عليكم بعض الوليد ده يدوا في ردها له ردته، هو مش قادر يدركها، يعرف انه عامي. فتنوي المفارقة بقلبك وتكون صلاتك منفردة، لأن صلاة القارئ خلف العام بقي، وتبقى صلاة فاتحة لمثلها للعوام اللي زي بس مستعمل اثناء سؤال ردته مره لقطها، يبقى ده راجل مدرك ما لقطهاش، يبقى ده عام او اطرش. وفي الحالتين فين والمفرق طالما في الفتح؟ يعني هذا هذا ادراكه للشيء، ادراكه للخطا الجارح، يبقى ده انه عام. هو بيقول صراط الذين انعمت عليهم، تقول له انعمت، هو مش عارف ايه ده، انا بقول لك انعمت ايه، انا عام مش عارف الفرق بين تاء الخطاب وتاء المتكلم. يبقى ده عام ومش مدرك ان ده يغير المعنى. يبقى ده انسان عام من الاعوام، خلاص صحيحه لنفسه. نعم. بطله لغيره. فتنوي المفارقه عند الشباب. وبعد الصلاة تقول له ما تتقدمش للإمام، صحح الفاتحة، تتفاهم على حضرتك، لكن من غير خناق ولا غير. ان شاء الله احنا عندنا اجازه من الدروس الخميس القادم واللي بعده، يبقى الخميس 4/12 والخميس 11/12 اجازه. نلتقي الخميس 18/12، الخميس 18/12، وهيبقى السبت 6/12 اللي هو السبت اللي بكره، اللي بعده اجازه، واللي بعده اجازه. انا كنت كابتن اجازه وربطوا خميسين ورا بعض عشان العيد وعشان اللي عايز يحبه واللي عايز يعمل. يبقى السبت 6/12 والسبت 13/12 اجازه من البخاري للاصل. يبقى هنلتقي الخميس 18/12 والسبت 20/12 بعد ذلك. لكن سبت بكره بعد بكره ده ماشي، هنروح بعد بكره. ما هو الاحد هيجي دلوقتي فده هيبقى اجازه. يبقى اللي بعد بعد. يبقى اللي بعده بتاع الشيخ ابراهيم عبد الحميد. بس ما هذا التصوف يعني؟ لا، ما هو الحد اللي هيجي عليه المفروض فيه هيبقى اما الوقت او اول يوم في العيد، حتى ما يعملوا فيه من جماعه الصحيح. لكن كده كده هيبقى عليه. يا وقت لا هيبقى برضه هيصوت حد ويخش. انا بس هيسكت عن الحد. يا محمد الحمد لله. يعني هنبتدي احنا ايه عندنا السبت 6/12 والسبت 13/12 دول كده. نعم. بس. وبعد كده هنقوم نمشي كما هي، ربنا يهدي معلومة بعدين ويقبل منا جميعا. الفاتحة. يا دكتور تقدري تبعتيلي بس النظارات؟
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين في كل لمحه ونفخه عدد ما يسر علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والاكل، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها اعلى الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وهذا الممات. وعلى اله وصحبه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم يا رب العالمين. اللهم يكفي لنا حج بيتك الحرام وزياره النبي عليه الصلاه والسلام هذا العام وكل عام، واقبل منا ومن سائر امه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ان لم نكن اهلا للقبول فهو اهل لان تفرحه بنا يا رب العالمين. ففرحه بامته مرضيا عنهم مغفورا لذنوبهم مفرجا عن كروبهم يا رب العالمين. واختم لنا بالصالحات كما بداتنا بالاسلام والصالح، فاختم لنا بالاسلام والصالحات يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حكاية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن غير التقليد للقدر الشجاع رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بالأمين في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية فيما بقي مما يتعلق بأمور الصوم والكفارات وغير ذلك. ووقفنا على قوله: والشيخ والعجوز والمريض الذي لا يرجى بره، إن عجز كل منهم عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مد. لا، نقرا الأول الحشر من الأربعة دي. نقرا الأول كلام ابن قاسم مع الناس اللي في الهامش: والشيخ والعجوز اللي هي بعد ومن مات وعليه صيام من رمضان، دي خلصناها الحمد لله، اللي هو اللي يموت وعليه صيام. نيجي بقى: والشيخ والعجوز والمريض الذي يرجى برؤه، إن عجز كل منهم عن الصوم يفطر. ها؟ الذي لا يرجى برؤه، يعني اللي هو عنده مرض مزمن ما يخفف منه، يبقى هيبقى ايه؟ كل منهم عن الصوم هيعمل يفطر. ويفهم عن كل يوم مد، يبقى ما قداموش البدل اللي هو الصيام، ما قداموش الا انه يروح لانه عاجز عن الصوم، عاجز دائم، بخلاف المريض الثاني والمسافر اللي هو هيبقى عاجز مؤقت، ده عليه القضاء. يبقى في عجز دائم وفي عجز مؤقت، بدا بالعجز الدائم. ويفهم عن كل يوم مدا، ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان، وده خطا شائع منتشر بين الناس، يجي اول رمضان يروح دافع كل الكفاره بتاعته مره واحده مقدم ايه، وبعد كده يقول لك انا خلصتها. لا، عندنا لا يجوز الا ان يوكل، له ان يوكل امام المسجد ويحطها في مائده الرحمن، ويبقى ايه، ياخدها هو كامله ويرسم عن كل يوم يوميا بقى كويس، لكن ما يدفعهاش مقدم كده، يبقى هو بيديها له مقدم على ان يبرر ذمته عن كل يوم بيوم، يبقى موكل كان الامام المسجد موكل عنه في اطعامه. زي في ناس كده يجي على طول في صندوق مائده الرحمن في اول رمضان يروح حاطط له مثلا 150 جنيه على اساس ان هي ايه 5 جنيه 30، يبقى 150 يبقى كده بره الجنيه يعني. يبقى في الحاله دي يعني كانه وكل الامام ان يخرج عن كل يوم، لانه لا يجوز الاخراج مقدما، لكن من اول غروب شمس أول ليلة في رمضان إلى غروب اليوم اللي بعده في أي وقت من ده يقرأ. كويس؟ يوم بيوم عبادة مستقلة. واضح؟ فهمت الحتة دي؟ فدي بتغيب على نفسك. ويقرأ عن كل يوم مدا، ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان. يجي مثلا إيه 29 شعبان ولسه يروح حاطط المنفعة، أو يجيب له 30 مسكين عنده في بيته كده في الحوش بتاع بيته، يقعد موكله ويقول لك أنا كده بقرأ المنفعة. لا يجوز تعجيلها قبل رمضان، ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان، ويجوز بعد فجر كل يوم. هو كان حقه يقول ويجوز بعد غروب الشمس كل ايه؟ كل يوم، احسن عشان يدخل كمان، لان هو خلى هنا الافطار نهائي، لكن يجوز ايه؟ الافطار يبقى انك تخرجها من غروب الشمس، يعني في ليله
الليل اليوم او في نهار اليوم، يبقى ليلة اليوم في نهار اليوم في اي وقت من ده تطلع. ويجوز تجمع اسبوع باسبوع، يعني لا يجوز التعديل لكن يجوز التأخير. فالتأخير أفضل، يجي في نهاية كل اسبوع يروح حافظه اسبوع واسبوع. كيف؟ يبقى حلو قوي ورايح نفسه يخرج من خلاف. ويا ريت ننوه الموضوع ده لكثير من الناس هنا بيغلطوا. ويجوز بعد قدر كل يوم. والحامل والمرضع ان خافتا على انفسهما ضررا يلحقهما بالصوم، ان خافتا على انفسهما او على انفسهما والجنين او اللي بيرضع الاثنين، الحكم واحد. طالما خايفه على نفسها فقط او خايفه على نفسها والجنين، يبقى في الحاله دي هتفطر وافترق اللي هما الحامل والمرضع يعني، ووجب عليهما القضاء فقط لانها خايفه على نفسها، سواء نفسها فقط او نفسها والجنين. طالما نفسها موجوده يبقى عليها ايه؟ القضاء فقط، ما عليهاش الكفاره. لكن لو خايفه على الجنين، لكن هي تقدر تصوم، بس دول الجنين اللي بطنها ده الدكتور قال لا، او خايفه على الولد اللي بيرضع، مش شرط الولد الذكر المولود يعني، ياخد ايد انثى ولا لو، او خايفه على المولود اللي بيرضع اللبن يقل، يبقى هنا مش خايفه على نفسها، خايفه على المولود. يبقى هذا افطار ارفق اثنين، يعني ارتفق به اثنان، يبقى ده القضاء والكفاره. فطالما افطار يرتفق به اثنان يبقى يجب فيه ايه؟ القضاء والكفاره. لكن لو افطار يرتفق به واحد وهو صاحب، يبقى القضاء والكفاره. فهي لو خايفه على نفسها هي بترفق بنفسها، جزاك الله بترفق بنفسها. حتى لو الجنين دخل فمش اشكال، لان في ده مقتضي وده مانع، واذا جاء القاضي المقتضي والمانع تتقاطع، يبقى بقى كانها افطرت لنفسها، يبقى عليها القضاء. كويس؟ وان خافتا على اولادهما في اسقاط الولد في الحامل، يعني يحصل لها سقط في الحامل بضعفها مثلا، خايفه على الولد، وقلة اللبن في المرضع، افترقا ووجب عليهما القضاء بالافطار والكفارة ايضا. والكفارة ايه هي؟ ان يخرج عن كل يوم مد، وهو كما سبق رطل وثلث بالعراقي. احنا قلنا عليه حوالي 625 جرام، قلنا كيلو الا ربع كده خلاص ورحنا، هيبقى 850 جرام. لكن لو عايز التحديد بقى بالحنتوت 625 جرام، 625 جرام من غالي قوت البلد. لكن احنا تيسيرا على الناس نقول له ايه؟ كيلو الا ربع، كيلو الا ربع، يجيب كيلو الا ربع قمح، كيلو الا ربع ذره، كيلو الا ربع زبيب، قمح، قوت، قوت، مش يجيب كيلو الا ربع لحمه، ما ينفعش، لان قد يكون الفقير ما عندوش ثلاجه يشيل فيها اللحمه، تكسر ايه؟ نعم. كويس؟ فانت تديله حاجه بحيث ما يتكلفش تكاليف زائده في تخزينها، يوم يعرف انه يستفيد بيها مده طويله، وما ما تفتكش يعني، ما تديش كله الا ربع مثلا فاكهه تعصب عنه، ولا طماطم تعصب عنه، ما ينفعش. فلازم تديله قوت علشان يستفيد بيه، وعلشان لو خزنه عنده ما يبقاش يقدر يستفيد بيه. يجوز اخراج القيمه عند المالك الاحناف، ويفتي بها متاخر الشافعيه في الاحناف، يجوز. لكن اصل المذهب لا يخرج القيمه، يخرج القيمه. يبقى وهو كما سبق رطل وثلث بالعراق، ويعبر عنه بالبغدادي. والمريض والمسافر سفرا طويلا، دول اللي عندهم اجر مؤقت. يبقى اتكلم الاول الشيخ والعجوز والايه، دول عندهم اجر دائم ما يعرفوش يتخلصوا منه. هنا بقى المريض والمسافر سفرا طويلا عنده اجر مؤقت، يعمل ايه؟ سفرا طويلا ولازم يبقى مباحا. هو كان حقه يكتب سيدنا ابن قاسم الغزي غير محرم بدل مباح، عشان يدخل فيه السفر الواجب والسفر المستحب والسفر المباح والسفر المكروه، ده يجوز الترقص، انما المحرم لا. فلما قال مباحا هنا خلى السفر المكروه لا يجوز الترقص فيه، وده هتبقى ازمه يعني لنا ازمه. فكان الاولى طبعا كان يقول ايه؟ سفرا طويلا غير محرم. كويس؟ عشان يدخل المكروه. ايه السفر المكروه؟ كتير قوي، يبقى عايش هنا مبسوط وكل حاجه ومرتبه كذا يكفيه وكل حاجه، يتعاقد بره علشان يبقى معاه في فرق، هو ده مكروه.
مكروه التوسل، لان التوسل يجيب ويجيب له ويجيب سؤاله من اخر، يبقى هيضر هيكلي اكتر اكتر ما هو ملهي ده في الدنيا. انت طالما عندك ما يكفيك واسرتك حواليك حلوة قوي حلوة قوي، ما بتستلفش حلوة قوي. مش مهم بقى اسافر بره علشان الشقه اللي انا قاعد فيها ثلاث اوض، انا عايز لك تبقى ثلاث 10 اوض ومستويين. المهم لان انت بتربي بني ادمين، ولادك دول عايزين اسره مكتفه حولها عشان يطلعوا بني ادمين محترمين. انما انت تيجي تسافر وتشقى الاسره وتسيب العيال والام وتشقى كل ده عشان تبقى شقه مستويين، وفي الاخر العيال تقع في الادمان، تبقى سافرت ايه؟ يبقى ده اسمه سفر مكروه. يبقى يجوز في الترخص بقى، يجوز في الترخص. يبقى معظم سفر المصريين مكروه لانه بيسافر من قبل التوسع وهو يكفيه في بلده كويس، لكن ما عندوش في بلده يبقى يجوز انه يسافر. خلاص يجوز له ان يسافر، والافضل ان يصبر، والافضل ان يصبر. ليه؟ لو شاف، لو شاف ثواب الفقير الصابر واللي قنع، يعني غالب اهل الجنه الفقراء مش كده بقى؟ فلو عنده الكفاف، مش الكفايه ولا الكفاءه ولا الرفاهه، ما اربع مستويات. لو عنده الكفاف في بلده وراجل مسلم ومحافظ على صلاته فبها ونعم، تثبت تبقى من اوليه، يصبر ويبقى من اوليه كويس. عنده مش الكفاف بقى، الكفايه كفاف قلنا يعني عيش حياة وجبة راحة، ثوب واحد بس يغطي بيه عضوه، ادي الكفاف. يوم ما يغسلي وقت البيت يستنى مني، ادي الكفاف. الكفاية عنده ثوبين، ده بيغسل وده لا اعلى بقى، بياكل بقى العيش حياة، ياكل عيش وغموض، عيش وملح، عيش ودقة، عيش وخل، عيش وفول، عيش وجبنة، ده الكفاية. في بقى حاجة اسمها الكفاءة، ده كمان هيحلي، ده هياكل ويحلي حلويات ويمكن كمان يشرب كوباية شاي. ايه ده؟ ده ايه بقى؟ يبقى شفت بقى، علشان تعرف ان الناس دلوقتي اتعلمت البصر. نعم. الناس اتعلمت البصر، وانت تشوف حياة النبي كان بياكل ايه والصحابة كانوا عارفين ازاي؟ احنا بقينا جيل عنده بصر وطمع، جيل مستهلك، وعشان كده عملت نلهث وراء احتياجات وهميه ولا تتبع من الدنيا. تيجي بقى اي حد الكفاءه، ده بدل بقى ما ياكل وجبتين في اليوم بالمنظر ده ياكل ثلاث مرات. ايه ده؟ ده بياكل ويفطر ويتغدى ويتعشى، الثاني يفطر ويتغدى، والكفاءه وجبه واحده، والكفايه وجبتين، والكفاءه ثلاث وجبات كويس. في حاجه الرفاهه، الرفاهه بقى اللي هو زي امراء اللي انت بتسمع عنهم بقى عايشين في القصور، واخد بالك، ويقعدوا مثلا يطبخوا خمس ساعات علشان ايه؟ وجبه واحده، وناس شغاله ليل نهار في الدنيا. زي خش كده شوف الاوبن بوفيه في الفنادق الخمس نجوم، دي رفاهه، واخد بالك، دي حاجه ثانيه. كل حاجه هتتسال عليها الانسان لو رجل الكفاف يقابل ربه ما يسالوش. دخلنا في الحدود اللي بعد كده هيسأله، تعالى من أين اكتسبت وفيما أنفقت، تعالى أعظم حسبني. وعلشان كده الكفاف حلو، ليه؟ سؤال بسيط، كلمتين ورد غطاهم، يدخل الجنة قبل الأغنياء ب 500 سنة، مع السلامة. فهمت ازاي؟ أدي الكفاف. يبقى معنى هنا بيقول لك إيه؟ والمريض والمسافر سفرا طويلا مباحا. نكتب الجوتين الاولى ان يقول غير محرم ليدخل المكروه. ان تضرر بالصوم، في الف كده زياده، يفطران ويقضيان. مين اللي يفطران؟ ده المريض، مرض مؤقت يعني مرض مش مزمن هيخف منه، والمسافر سفرا طويلا. طويلا المقصود بيه يعني ايه؟ يجوز فيه القصر، ادي معنى طويل.
يفطران ويقضيان. وللمريض إن كان مرضه مطبقا لو واحد بقى المرض كارث على نفسه كده ماشي مطبق يعني ايه يعني 24 ساعه. في بعض الناس يجي له صدمه مثلا ثلاث اربع ساعات بالليل وبالليل يوم حاجه تدخل زي ما المرض غير مطبق. المرض المطبق يعني عيان طول المده طول اليوم ليل ونهار. يبقى وللمريض ان كان مرضه مطبقا ترك النية من الليل. عارف ناس معينه كويس؟ لكن مرضه بيجيله ساعات يومين عيايه ويوم حلو ثاني. يبقى في الحاله دي ينوي من الليل لانه في فتره الليل ما كانش مريض. فان تعس اثناء النهار له ما تعبش ويكمل. فهمت بقى؟ وان لم يكن مطبقا كما لو كان يحم وقتا دون وقت يعني يجيله حمى حراره عاليه وقت دون وقت. وكان وقت الشروع في الصوم محموما لو كان محموم وقت الشروع في الصوم اللي هو من المغرب للفجر له ترك النية. له ترك النية لأن وقت النية ما كانش مؤهل للصوم. ويستحب له التجديد لكن له ترك فلا يأثم لو تركه. واضح؟ فله ترك النية وإلا فعليه النية ليلا فإن عادت الحمى واحتاج للفطر أفطر. وسكت المصنف عن صوم التطوع وهو مذكور في المطولات ومنه صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسعاء وأيام البيض وستة من شوال. ده احنا هنحاول نخلص دول النهارده عشان نقف على الاعتكاف بعد الإجازة ندخل فيه إن شاء الله. نقرا بقى كلام الشيخ ابراهيم الجيدوري رحمه الله جميعا ونفعنا به. قول والشيخ الى اخره. هذا بيان لحكم مفهوم ما سبق في شروط الوجوب من القدره على الصوم. مين هو الشيخ بقى؟ من جاوز الاربعين. كل من جاوز الاربعين يسموه شيخ لان الشيخ له معاني كثيره على فكره. الشيخ قد يطلق يقصد به معنى في العلم فممكن يبقى شيخ وكانه طويل اذا توفى فيما فهنقول شيخ المسجد والدور عليه عنده 20 سنه شيخ يقصد به الشيخ من حيث العلم لا مش من حيث السن. لكن الشيخ من حيث السن هو من جاوز الاربعين. كويس؟ والعجوز الذي بلغ اقصى الكبر. يبقى كل عجوز شيخ وليس كل شيخ عجوز. يبقى العجوز ده تقصير من ايه؟ من عموم. يبقى الشيخ مش كده برضه؟ اهو وبيقول لك والشيخ من جاوز الاربعين والعجوز الذي بلغ اقصى الكبر ويقال له الهرم او الهرم. لما يقال للشيخ نفسه الهرم او يقال الهرم اللي هي الكبر تنفع تقرا الاثنين. وهو اقص من الشيخ فعقصه عليه من عقص الخاص على العام. واضح كلام واضح. نعم. وقوله والمريض الذي لا يرجى برؤه اي بقول اهل الخبره. اهل الخبره اللي هم الاطباء مثلا او هو لو خبيث نفسه يعني مجرد نفسه يعني ممكن يكون نشا في بيئه بعيده عن الاطباء لكن هو خبيث نفسه عارف ان المرض ده لما بيركبه ما بيخفوش منه عشان ابوه جاله المرض ده وعمه جاله المرض ده ومش عارف يبقى عارف نفسه يبقى ده خبره. يبقى مش شرط الخبره يعني يروح للطبيب لا افرض هو خبير في نفسه. يبقى اي بقول اهل الخبره. واما المريض الذي يرجى برؤه فسياتي في قوله والمريض والمساك يعني ده الجزء كان نزله شعبيه ليه مش عارف الحاجات دي يخف منه ده معروف يرجى برؤه. يبقى ده مش بيتكلم على النوع ده دلوقتي فبيتكلم على نوع المريض عنده مرض مزمن لا يبرا منه. فإن المراد به هنا الذي يرجى برؤه. وقوله إن عجز كل منهم عن الصوم. فإن المراد به هناك في قول المريض والمكافر هناك لسه حيجي يعني الذي يرجى برؤه. قوله إن عجز كل منهم عن الصوم. كل منهم اللي هو مين؟ الشيخ وإيه؟ لا الشيخ والعجوز والمريض. الشيخ افرض راجل شيخ يعني ايه لا يستطيع الصوم لكبر سنه. هل معقول نتصور انه ممكن يرجع كبر سنه؟ يبقى خلاص يبقى ده لا يرجى برؤه. كويس؟ نعم. طيب والمريض الثاني قد يكون سنه صغير بس عنده مرض مزمن يبقى برضه لا يرجى برؤه.
يبقى النوعين دول إن عجز كل منهم عن الصوم هيجي حيث ألحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة. هجب لي من رئيس البيت تاني النظر سبحان الله. أي بحيث الحق مشقة شديدة لا تحتمل عادة عند الزيادي الإمام الزيادي قال لك إيه؟ قال لك يلحق مشقة شديدة لا تحتمل عادة. الإمام الرملي قال لا ممكن ما كل ما يبيح التيمم بسبب المرض يبيح الفقه. ده رأي الإمام إيه؟ الرملي كان يسميه الشقة الصغير كالشفاء الصغير لشدة فقه الليلة. قوله يفطر كان من علماء القرن العاشر الهجري ومثل من رمل بلنجي منوفي من محمد الرملي واحمد الرملي كان احمد الرملي ابوه ومحمد الرملي ابنه. قوله يفطر ولو تكلف المشقة وصام. طب افرض واحد راجل كبير في السن ودي بنشوفها كتير بيتعب في الصوم لكن هو ما يستحملش معنويا انه يفطر فيتحمل المشقه كده ويصوم. صح طبعا صح طبعا. افرض عنده مرض زكام فضاع كحه ولكن يقدر يتحمل ويصوم. صح طبعا صح طبعا. خدت بالك ولو تكلف المشقه وصام وقع صومه الموسع وان كان الواجب في حقه الفديه. وهل هي واجبه في حقه الفديه او بدلا؟ احنا قلنا احنا بنتكلم عن الناس بقى اللي عندهم امراض مزمنه. الواجب في حقه الفديه ابتداء ولا الفديه بدلا؟ مهمه في الفديه يعني احنا بنعرف ده الفقهاء بيتطوروها علشان هينبني عليها احكام متعلقه بصور يعرف ازاي يدي فيها حكم. فهل الواجب في حقه الفديه ابتداء اللي هو العجوز ده والمريض الذي لا يرجى برضه ولا ده الفديه دي بدل والواجب في حقه الصوم فله ان يتعدى الى البدل. فهمت؟ خد بالك بقى عشان تفهم ان الاثنين دول الصورتين دول هينبني عليهم اختلاف في الفتوى في بعض الصور. وهل هي واجبه في حقه ابتداء او بدلا عن الصوم؟ وجهان اصحهما الاول ان هي واجبه في حقه ابتداء ان هو متعبد بالفديه اصلا مش متعبد بالصوم. فهمتني ازاي؟ يبقى هو متعبد بالفديه اصلا وفي وجه ثاني قال لك لا ده متعبد بالصوم والفديه بدل. فهمت؟ يبقى في وجه قال لك ده متعبد وده الراجح ان هو متعبد بالفديه اصلا لان ربنا قايل ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فكانه هو متعبد بالفديه اصلا. فلو قدر على الصوم بعد فواته لم يلزمه القضاء. افرض ان واحد مرض مرض مزمن وبعدين لا يبرع عند الاطباء لا يبرع فافطر ثلاث اربع رمضانات واطعم ثلاث اربع سنين وفي السنين دي قاعد كل يوم يبكي يا رب اشفيني يا رب صح ربنا اشفيني. مش ممكن؟ مع ان ده مرض مزمن في ربنا شفاه. ما نقولوش بقى افضل لان هو كان في الفتره دي متعبد ابتداء بالفديه وخد فتره. طب افرض ما كانش لسه فتره وكان مجمع ثلاث سنين هيديهم الاخ براحته. فهمتني ازاي؟ فربنا شفاه. لو قلنا انه متعبد في الفديه ابتداء يبقى يفدي وما يصومش بالرغم ان هو صار قادرا على الصوم. شفت بقى؟ ولو قلنا ان هو متعبد بالصوم ابتداء والفديه بدل يبقى في الصوره دي نقول له صوم. فهمت بقى الفتوى تختلف باختلاف الصورتين؟ يعني في ناس بيجي لها امراض مزمنه ولا تبرع عند الاطباء وبالدعاء يخف يخف يخف. انا كان عندي ربو ورثه عن جدتي. ربو ده اللي هو بيعيشه بالبخاخ وتدري ازاي وكانت جدتي ام ابويا كده عاشت وماتت بهذا الربو مريضه بهذا الرب مرض مزمن طول عمرها. فالثانويه عامه جالي انا الرب ده ولفينا على الاطباء ووالدي وداني من هنا وهنا قالوا له لا ده وصف عن جدته ده يعيش بقى بالمنظر ودون البخاخات
وانا في اعدادي طبي يعني بعد سنه ونص من المرض ده كانت عمتي بتزور النبي بتحب رحمه الله فدعت لي قدام النبي قالت له يا رسول الله يكرم اخويا صدره بيزين اسال الله ان ربنا يشفيه قالت كده بالنص وهي هناك انا رميت البخاخه الى يومنا هذا الى يومنا هذا واخد بالك كنت ساكت في اعدادي طبي يعني كانت سنه 73 72 73 يبقى هو في امراض مزمنه بتضرب ببركه النبي وبالدعاء وبالصدقه لو مرضت بالصدقه بقدره الله فضل الله هو الامام البوطيري نفسه مش كان جامع ثالث اللي هو الشلل المصري وده لا علاج له ولما مدح النبي في البرده بلغ منه يبقى في امراض يبقى الانسان لا يبرا منها ويحصل له طارئ دعاء فضل من الله في اي خدمه فلو قلنا ان هو متعبد بالفديه ابتداء يبقى ليس عليه القضاء لو كان يدفع فديه بل عليه فديه مع انه قادر الان ولو قلنا ان هو متعبد بالصوم ابتداء والفديه بدل يبقى انقدر عليه القضاء صوم واضح الفكره دي جميل يبقى فلو قدر بعد ذلك على الصوم وجاءنا صحوما فلو قدر على الصوم بعد فواته لم يلزمه القضاء سواء كانت قدرته بعد اخراج الفديه او قبلها لانه متعبد بالفديه ابتداء لانه مخاطب بالفديه ابتداء كما قاله الشيخ عطيه وهو مقتضى اطلاق المحشي اولا اللي هو البرنامج فانه قال فلو قدر بعد ذلك على الصوم لم يلزمه القضاء لانه مخاطب بالفديه ابتداء كما صرح به العلامه الرملي كابن حجر اللي هو الهيثمي مش ابن حجر العسقلاني ابن حجر الهيثمي في كتب الفقه يبقى ابن حجر الهيثمي واقره شيخنا وهو المعتمد خلافا لبعض جهله المفتين يبدو الوجه الذكري الانصاري فتفصيله بعد ذلك بين ان تكون قدراته بعد اخراج الفديه فيكفيه او قبلها فيلزمه الصوم انما يتمشى على القول بان الفديه واجبه بدلا فكونه يغني في ذلك بقول وان قلنا ان الفديه واجبه في من ذكر ابتداء غير ظاهر ما كانش حقه يغني بذلك يعني دي الاعتراض ده ما كانش يغني قول هيعمل ايه هي الفديه بقى ويقيم عن كل يوم مده ويقيم عن كل يوم ايه مدة فتجب عليه الفدية ولو فقيرا وفائدة الوجوب في الفقير انها تستقر في ذمته هي واجبة على الفقير لكن مش مستطيع مش واجبة على الفقير يبقى واجبة على الفقير على التراخي فان قدر في اي وقت لا يطلع حماه درس يبقى يقابل ربنا غريب الجيرو لان هو اللي بيرزقه واضح؟ لكن مستقرا بذمته فان ربنا رزقه ووسع عليه يطلع لم يوسع عليه واكرمه بالفقر الى ان مات يعني دي كرامه مع القناعه ما هو الفقر مع القناعه والاسلام دي كرامه كبيره هم دول اهل الجنه اللي ماشيين في وسط الناس تلاقي واحد فقير قانع بيقيم حقوق ايه؟ بيقيم احكام الشرع زي المصلي هم دول اهل الجنه بالنسبه بيقين يبقى علشان كده يقول لك ايه تستقر بذمته ولكن لو مات مع فقره بقي فان رزق عليه انه يقضي يطلعها واضح؟ كما اقتضاه كلام الروضه الامام النووي في روضه الطالبين للامام النووي واصلها كلام الرافعي كتاب الرافعي وهو الاصح خلافا لمن قال ينبغي ان يكون الاصح هنا انها لا تستقر خد بالك ان في بعض الفقهاء كلموها غلط قالوا لا ده هنا لا تستقر بذمه الفقير لانه ده امر خارج عن الفقر والفقر ده خارج عن الفقر فهو غير مستقر فلا تستقر بذمته كويس يهمها كده لانه عاجز حال التكليف بالفقر كويس لما تقدم من ان حقوق الله تعالى الماليه اذا عجز عنها الشخص وقت الوجوب وكانت بسبب منه تسكت في ذمته. ما القاعده كده؟ يعني واحد
ثبت في ذمته حق مال من حقوق الله كإطعام 60 مسكين مثلا، واخد بالك ازاي؟ في الظهار او القتل الخطا نشوف، لو كان الامر بسبب فعل منه هو فعل المكلف يبقى تثبت في ذمته، ان كان امر خارج عن راتب امر الشارع كزكاة الفطر لم تثبت في ذمته. زكاة الفطر امرها الشارع، فهو لما امر الشارع بزكاة الفطر قعد 10 سنين ومش مستطيع يطلع زكاة الفطر، وبعد ربنا ايه اكرمه ووسع عليه، يبقى ما يطلعش زكاة الفطر لانها لم تستقر في ذمته، لانه لما امر بها لم يكن مكلفا به. كويس؟ لانه اصلا مامور بالشرع وليس بفعل نفسه، انما لو كان بفعل نفسه زي من اتى امرأته في رمضان في نهار رمضان عامدا عالما ذاكرا تستقر بذمته حتى لو فقير لانه فعل. فهنا بقى العلماء بيقول لك طب الفقر ده هل ده فعله ولا فعل الله؟ طالما فعل الله يبقى لم تستقر بذمته. طب ليه بتقول تستقر بذمته؟ بنقل بعض بعض يقولوا نقل بعض. فهمتني ازاي؟ فاتت عليه ان هو هنا استقرت بذمته لانه اصل بقى فعل بقى اصل، انما القاعده ما تمشيش، فالقاعده دي تقيل على قفش التفكير، انما العميق يلاقيها مش ماشي. خدت بالك بقى من العقليه الفقهيه تقدر تميز من الامور اللي شكلها متشابه يجيب لك فرق، ويتميز الفقهاء في الحته دي ان يطلع الفرق في المتشابهات، كلما كان عميق التفكير في الفقه يطلع الفرق في المتشابهات، انما كل ما يبقى ضئيل الفقه يلاقي كل حاجة عنده يقول لك كله عند العرب قبول. كلمة دي عرب هذا العصر مش عرب اللي هم السابقين السابقين الفقهاء، انما عرب هذا العصر اتربوا على ايه الهرجلة وعدم الدقة، فكل حاجة عندهم زي بعضها. لكن العرب الاوائل لا، ده كانوا يميزوا وعندهم دقة، الفقهاء هم اللي علموا العالم الدقة. فعلى شكل اشوف بقى خد بالك من الكلام ده، علشان ده كلام مهم بيبني فيك العقليه الفقهيه. انا اسيب المقطع. شوف بقى بيقول ايه هنا تاني، نقراها تاني بالراحه. خلافا لمن قال ينبغي ان يكون الاصح هنا انها لا تستقر، يعني لا تستقر لانه عادت حال التكليف بالفديه لما تقدم من ان حقوق الله تعالى الماليه اذا عجز عنها الشخص وقت الوجوب وكانت بسبب منه تثبت في ذمته، وان لم تكن بسببه لم تثبت في ذمته، وما هنا بسببه وهو الفطر. شفت بقى؟ يبقى خلاص راح مطلعها من وسط ايه؟ الصوره دي، مع انها في الاول كان شكلها في الصوره دي. وهذا في مين؟ في الحر، لانه عنده ذمه ماليه، انما الرقيق ما عندوش ذمه ماليه. يبقى الرقيق ما عندهوش حاجه. واما الرقيق يعني لو واحد عبد او اما يعني مطلوب عليه الرزق وعنده مرض يعجزه عن الصوم ومرض مزمن او شيخ عجوز يبقى يفطر ولا شيء عليه، لانه ما عندوش ذمه ماليه عشان يفطر. يستحب سيده يفطر عنه، يستحب في حق سيده يستحب ولا يجب، لكن هو نفسه ما عندوش ذمه ماليه منفصله فلا يفطر. واما الرقيق فلا فدي عليه اذا افطر لكبر او مرض ومات رقيقا. كويس؟ ويجوز لسيده ان يفدي عنه ولقريبه ان يفدي عنه، يجوز او يصوم عنه، وليس لسيده ان يصوم عنه الا باذن لانه اجنبي، لان الكلام ده احنا ناقشناه في الجلسه الماضيه. احنا قلنا على القديم له مخير بين الصوم عنه او الاطعام عنه، مخير. كويس؟ ده مين؟ لوليه. انما الاجنبي ملوش تخيير، يفطر عنه بس. لكن لو اراد ان يصوم عنه باذن وليه. واضح؟ لانه اجنبي عنه. والتدليل على وجوب الفديه على من ذكر، ايه الدليل على وجوب الفديه على من ذكر؟ آية وعلى الذين يطيقونه فديه، بناء على ان كلمه لا مقدره، اي لا يطيقونه. أو أن المراد يطيقونه حال الشباب والصحة ثم يعجزون عنه بعد الكبر أو المرض الذي لا يرجى برؤه. وكان ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم يقرؤون وعلى الذين يطوقون أي يكلفونه
فلا يطيقونه. وقيل الآية على ظاهرها من أن الذين يطيقونه يخرجون فدية إن لم يصوموا فكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم وإخراج الفدية. دقائق. ثم نطق ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعشان كده بعد ما قال فمن شهد منكم الشهر فليصم قال ايه؟ وعلى الذين يطيقونه ايه؟ فدية طعام مسكين. وفإن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ما اشوا على الذين يطيقونه. في الآية الثانية بعد ما قال لك شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن فدل على ان كان في الاول قبل رمضان قبل قربية رمضان كان الصيام مفروض على التخيير في عاشوراء وعلى التخيير في عاشوراء. ثم لما فرض رمضان صار بعد ذلك على الجزم. لا 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 خالص. طب ما هو ما ليه؟ مين قال؟ ما هو يطعم يطعم عنه. يبقى هو فقير. يبقى حر وفقير بيتصرف عليه. حر وفقير تستقر في ذمته. ما يضرش. تستقر في ذمته. لأنه فقير. لما ربنا يسعى عليه إيه؟ تبقى استقرت في ذمته. خدت بالك؟ لأن حر فقير. مش كده برضه؟ لكن لسه عنده ذمة مالية. ما عنده ذمة مالية طبعا طالما وصل حد الرشد سن الرشد يبقى خلاص عنده ذمة مالية منفصل. طب سن الرشد القانوني دلوقتي ده الشرعي ولا اللي 21 يعني؟ اه قريب قريب يعني. بس على فكرة القانون بتاعنا متاخد من اصلا من الشرع يعني. اصلا لا قصدي حضرتك هو مثلا تأليفا. بس حضرتك هو من سن البلوغ مثلا ال 21 ما قد يبلغ الإنسان ولكن لا يحسن استعمال المال فيكون بالغ مكلف ولكنه غير رشيد في استعمال ماله. يعني ينفع واحد عنده 13 سنة بلغ الحلم يدير تجارة يخرب برغم انه مكلف شرعا لكنه مش رشيد. ففي حاجة اسمها الرشد استعمال المال وفي حاجة اسمها التكليف الشرعي. واضح الكلام؟ بس ده لو يتيم واقف بس انا لو اتكلف في كانت دي خلاص هتستقر في ذمته واخد او ابوه يطعن عنه خلاص سهل ابوه يطعن عنه خلاص. طب يجب ولا مستدف؟ لا في حق ابيه يبقى واجب لو كان عنده فائض لانه مسؤول عنه في نفقته وهو حر يبقى تجب في حق ابيه. كويس؟ هل يستدف الفضل دي ما اعتبرش ما عنده ذمه ماليه؟ لا عنده ذمه ماليه يعني يتملك ولكن لا يتفاضل حتى يبلغ الرشد. يعني ممكن اقول مالك عمارة ويكتب اسمه لكن ما اعرفش ده لحد ما يبقى هو 21 سنة وتبقى ملك كده بقى. فإن عنتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذه الآية بتقول كده فإن عنتم منهم رشدا قالوا الرشد أن يصلح ماله فلا يضيع منه. تدربوا اليتيم ده تدربوا في التجارة تديله 1000 جنيه تجيب فيها كده ضيعها جاب بيها قنبلة يبقى ما ينفعش اديله مال يبقى اليتيم ده اللي هيخرب الدنيا. فهمتني ازاي؟ جيت انا اديته 1000 جنيه وهو عنده 16 سنه لقيته جالي بعد شهرين قال لي 4000 اختار ده لو بيعرف يتاجر وبيعرف يتصرف يبقى ده ممكن افكر اديله ماله لو انا متحمل مسؤوليه اداره ماله. لكن لو لقيت التفيه ولا كنت كفايه ماله فقد يكون تفيه مكلف مكلف من قبل الشرع لكن ليس له حريه تصرف مالي. مش كده برضه في حاجه اسمها الحبل للسفر في الحبل للغير في الحبل للجنون انواع الحبل كتير. مش كده برضه في الحبل الصحي عند الاطباء. طب الولد دوت لو ابوه خدع عنه ها؟ الولد دوت ابوه خدع عنه خلاص خلاص بعد كده ربنا شفاه بعد كده خلاص يبقى ليس عليه بقى ما خلاص قدر اللي عليه. انما امتى؟ امتى لو ربنا شفاه لو كان ابوه لسه ما قدرش عنه لحد ما ربنا شفاه يبقى هنا نشوف هل كان هو مكلف بالفدية ابتداء فيفدي برضه ولا هو مكلف بالصوم والفدية بدل فيبقى له ان يتوب. نيجي للوجهين اللي فاتوا. وقيل الآية على ظاهرها من أن الذين يطيقونه يخرجون فدية إن لم يصوموا فكانوا مخيرين في صبر الإسلام بين الصوم وإخراج الفدية. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فعلى الأول تكون الآية محكمة
مش منسوخ على الاول اللي هو قال لك ايه على اساس اللي لا مقدرة مكروهة وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. لو قدرنا لا تبقى الآية مكتملة، لو ما قدرناهاش تبقى منسوخة. وعلى الثاني تكون منسوخة وهو قول أكثر العلماء، والفدية هنا لأصل الصوم، الفدية هنا لأصل الصوم. وفي الحامل والمرضع في تفويت فضيلة في الوقت، وتارة تكون للتأخير. واضح؟ يعني الفدية في الشيخ ده أو المريض ده بتبقى بسبب أصل الصوم، إنما الحامل والمرضع فبتفدي إما لتفويت فضيلة الوقت أو للتأخير لو أخرت. وذلك فيما إذا أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر فإنه يلزمه مع القضاء لكل يوم مسلم. فإن ستة من الصحابة قالوا بذلك ولم يخالف لهم بخلافه مع عدم إمكانه، فلو أخر مع عدم إمكانه لاستمرار عذره حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه لهذا التأخير. وتتكرر فدية التأخير وتكرر السنين لأن الحقوق المالية لا تتداخل. خد بالك الحتة دي أشرحها لك أنا. يعني واحد أفطر بسبب العذر ده وبعدين ربنا أزال عذره وكان لم يفدي بعد، واخد بالك ازاي؟ قبل رمضان اللي فات بمدة كافية يستطيع أنه يقضي اللي فات في رمضان ده، فلم يقضيه وجاله رمضان الثاني بقى عليه القضاء والكفارة غرام التأخير. يعني غرام التأخير كويس. طب افرض جاله عدة رمضانات تتعدد الفدية بتعدد الرمضانات، أجله 10 رمضانات يبقى عليه يفطر يصوم عن كل يوم يوم، وعن كل رمضان تأخر جاله يفطر المسكين. يبقى هو كان أفطر 5 أيام وجاء عليه 10 رمضانات يبقى عنده 50 مسكين وخمس أيام، 5 أيام بقى يبقى تتعدد الفدية لكن ما يتعددش اليوم الصيام. واضح؟ بتعدد رمضان ده مين؟ ده اللي هو تمكن من الصيام ولم يصم. انما افرض مرض استمر لحد ما جاء عليه رمضان الثاني وجاء صام رمضان الثاني الحمد لله كان خالص، يبقى عليه قضاء اللي قبليه ومعلوش فدية لانه التأثير ما كانش بيده. واضح؟ فاهم الحته دي؟ لان الحقوق المالية لا تتداخل. وعشان كده بناء عليه باب الزكاة نفس الحكاية. واحد عنده دين ما يعني ماله كان اداه لانسان، اداه مثلا للريان مثال او الشركات توظيف الاموال اللي بتطلع في الاخر تاكل فلوس الناس، انا اديت لهم 100,000 جنيه يشغلوا هذا فطلعوا مصابين كويس، وبعد 10 سنين سبحان الله الراجل ضميره صحي هلا انا عايز ارجع للناس فلوسهم قبل ما اموت، فطلع الفاتوره القديمه حصل بيا اي فلوس 100,000 من 10 سنين على قدره. طب ما هو كانوا فيهم زكاه، اطلع زكاه 10 سنين ولا اطلع زكاه سنه واحده؟ الحقوق الماليه ما تتداخلش. الشافعي يقول لك تطلع زكاه 10 سنين لان الحقوق الماليه لا تتداخل، انت مش مطلوب تطلعها وهي ضايعه منك كويس، لان ده مين شبه ضايع. لكن لما تحصل عليه تحسب عدد السنوات وتطلع عدد السنوات بالشافعيه الملكية يقول لك لا هنا في الصورة دي تتداخل وتطلع لك السنة واحدة. ونفس المذهب الشافعية قيام بحق الفقير وكثرة الفقراء في هذا الزمن. نفس المذهب الشافعية ولا عشان الشافعية، ثانيا عشان فقراء كتير، وثالثا علشان الحمد لله يا اخي ما كانوا ضايعين احنا متربينا طلع على الرجل كانوا ضايعين خالص طلع بقى وخلاص احنا متربينا. فهمت بقى؟ يبقى الحقوق المالية لا تتداخل. ولو أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ثم مات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد الأصل الصوم. يعني هو مرض في رمضان ده وجمد وأخر، واخد بالك إزاي؟ رمضان لحد ما جاله رمضان اللي بعده، واخد بالك؟ وصام رمضان اللي بعده الحمد لله وجاه حتى رمضان اللي بعده ده، يبقى عليه صيام رمضان وسبب تأخير آخر مع عوضوش 11 شهر
يبقى في الحاله دي حد يعني كل يوم مدين مد عن اصل الصوم ومد عن الزكاه. نعم واضح من اصل تركته كويس، لان احنا عندنا ما يتركه الميت اسمه تركه، تاخذ منه التجهيز الميت والديون المتعلقه بالتركه والوصيه اللي يتبقى يسموه ده يتوزع زي ما ده في الايه في الميراث. يبقى الارث هو ما تبقى من مما تركه الميت بعد اخذ تكاليف دفنه والديون المتعلقه بالتركه والوصايا. واضح؟ ناخد دول نخلصهم الاول. اتبقى مبلغ او مال او عقار يبقى ده الباقي ده هو ده اللي ورث لاولاده وزوجته يتقسم عليهم. ما ينفعش اقسم كل التركه، لان من الاول شوف الحقوق المتعلقه بالتركه. واضح؟ لازم محجش اخد مصاريف حجه واطلع واحد من اولاده يكون حج عن نفسه حج عن ابوه فلوسه هو او الاولاد، لان ده برضه من حقوق الله. واضح؟ يبقى نحن خصمين ثمن حج. ما طلعش زكاة السنة اللي فاتت، مخصم زكاة السنة اللي فاتت. كان عنده موصي ان ربع ماله يروح لابن اخوه اليتيم عشان يربيه، اطلع ربع منه للوصايا. وبعدين جايين الناس بالديون جايين ورق ايه يعني كمبيالات كان متعامل معاها وبنوك كان مقترض منه. اخلص ده كله اخلص ده كله. وبعدين نشوف تجهيز الدفن، تكاليف الدفن ايه والعربيه ايه والليله ايه وحاجات الشيخ منين او ياخد كام، كل الشغلانه دي تكاليف. والناس كمان اللي هيجوا يعزوني هيجوا من بلاد بعيده فلازم اعزز لهم اكل. عدد المصاريف هو طبعا الناس اللي جايين يجيبوا من بعيد، كل دي مصاريف تكمل. يبقى في الحاله دي خلص ده كلها من عند الشيخ على قلبها كده. كل ده ولا يعني حاجه. ايه يعني لما تاخد منهم 100,000 ده سايب مليون ما بيبقاش ولا حاجه ما تخسرش. بعد ما تخلص ده يبقى الباقي اسمه ابن ياخدوا ولاده بقى، ولاده او من يرثه يعني اصحاب الفروض والعصبات. يعني خصم تكلفه الحج دي واجبه؟ واجبه طبعا في التركه، واجبه في التركه. لو امتنع الورث من قال لك ما قبلت حق ابوه حاجه دي عليه خلاص ما حدش خلاص هو يلا ده ده يعني دي شيء مهم. رجع صح من الزر من الزر لا واحد سايب له مبلغ كبير وكان يستطيع انه جزء بسيط منه كان يقدر يحج بيه وكان صحيح الدنيا وبعدين اجل الحج لانه ما كانش مستوعب انه هيموت بسرعه. لو في عدم تنوع مثلا متحلل طول لو هو بقى مريض عاجل طول عمره يبقى لم يجب عليه الحج واخد بالك ازاي ما يتفقش، لكن يجوز الاخذ من ماله للحج من الورثه عشان ياخد كفاره. لو لا ده يستحق ده ايه عنده شلل عنده عجز لا يستقر على الدابة يعني وفي حال حياته له ان يفعل ذلك ولكن له ان لا يفعل لانه لم يدرك بالاستطاعه. نعم. من الاستطاعه اصلا بالبدن والمال والراحله وامن الطريق. وامن الطريق بخلاف الملكيه قال لك الاستطاعه بالبدن بس، يعني لو يروح ماشي يروح ماشي مش شرط الراحله طالما بدن ونفسي ده الملكيه. عشان كده تلاقي معظم بتوع المغرب كانوا يجوا يحجوا ماشي على رجليهم شباب ويمروا على اسكندريه تعجبهم الايقاف يقوم يروح يحج ويرجع يعيش في اسكندريه. فتلاقي تيجي فلان وتيجي فلان وتيجي فلان كلهم جايين المغرب كانوا يحجوا وايه وحبوا قعدوا مصر بعد كده لان اهل مصر بيكرموا العلماء فبيلاقوهم بيبقوا علماء ملكيه كبار جايين من المغرب علماء كبار المصريين يشوفوهم يكرموهم ما تقعد يا عم وجوزك بنتي وتعالى وجدة بتاع المصريين اهل فضل خليهم حتى في سيدي باشا وسيدي كريم وسيدي جابر كل ما هو سيدي جاي من مصر وسيدي المرتب العباس سيدي ابو الحسن الثاني سيدي القناوي وسيدي كل دول مغاربه جايين من مصر جايين في مواسم حج على فكره كلهم وبعدين يستقروا يقول حاجه يحبوا مصر لان المصريين حلوين يحبوا الصالحين طول عمرهم يحبوا الصالحين ويحبوا الاولياء يحبوا اهل البيت لانهم فيهم اشراف كتير كمان لان معظم الاشراف هربوا الى المغرب في فتره ال 600 سنه اللي كانوا بيذبحوهم فتره الحكم الاموي والحكم العباسي كانوا بيدوروا على اي واحد يكون نسل شريف يذبحه فعلشان كده هربوا معظم الاشراف على المغرب العربي يبعدوا عن الازمه دي وعاشوا هناك واستقروا هناك
فتجد كثير من المغاربه هناك عشرات منهم. وان كان امه النبي اشراف كثير دلوقتي حوالي في 100 مليون تقريبا منافسه ومصريين 100 على مستوى العالم وفيهم جميع الجنسيات. لان بقابل ناس بتحب هنود ولكنها شريف قليل هندي ما عرفش تتكلم عربي أمة النبي ويقول لك نسب يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان بس تلاقي مثلا جده اللي من 600 سنة مثلا راح هاجر وراح الهند وقعد هناك واستقر وخلف واخد بالك وتلاقي اولاده طالعين اشراف. الشيخ ابراهيم النيجيري مفتي نيجيريا ابراهيم الشريف ابراهيم طارق شريف قتيل وتلاقي اسمراني افريقي واخد بالك مع ان الاشراف كلهم فيهم بيجي لانه جات له السمره دي من الامهات جات له السمره ان هو فيهم اشراف كتير والمرغنيه كتير واخد بالك ان عثمان المرغني اصلا كان من اشراف مكه ولما حصلت الحركه الوهابيه وبتاع هرب منهم وسابهم وقعد في السودان واستقر وجو السودانيين وهم اولاده كلهم سمر واخد بالك هو من الاشراف كتير يعني امه النبي كتير فيها كل الانبياء في مصر بس مش اقل من 8 مليون شريف مقيد ده غير اللي مش معروف فيه يعني في ناس منسبين بالوراثه عارفين كده لكنه معروف ما يوصف لانه ضاعت مع الاديان اجداده وضيعوا نفسه لكن عارفين غير بقى اولاد كتلنا زي مش باين نسبه والاشراف واخد بالك واولاد كتلنا ام كلثوم اشراف كتلنا دول مش منسبين مش مذكورين وعشان كده انت ماشي بتخبط في اهل بيت النبي فأمة النبي دي كلها اعتبرها اهل بيت النبي سلم على الناس اي محبة الناس لان قرابات اختلطوا فيها قرابات النبي اختلطوا فيها خلاص وكأن أمة النبي هتبقى قرايب النبي يوم القيامة هتلاقي أم قرايب النبي عن طريق علقة الزواج على مر الأديان هتلاقي كل واحد خد علقة بالنبي نسب عشان كده النبي يقول ايه كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامه الا سبب ونسب. نعم شفت الحديث الجميل ده؟ كل سبب ونسب لازم واحد يلاقي ولو ام من امهاته جده من جداته فيها عرق شريف. الله من الاسرار واخد بالك فلا يخلو مسلم ماشي على وجه الارض الا وتلاقيه نسبه نسب للنبي. ده على اعتبار سيدنا محمد البشر وعلى اعتبار الحقيقه الاحمديه فكل مخلوق على الارض مناسب لحقيقته الاحمديه لانه رحمه للعالمين. السر الثالث ازاي الاسماء والصفات فاهم؟ عشان كده كرمنا بني ادم ففيهم كله فهمت بقى؟ تعرفت ليه النبي كان عنده شفقه على كل العالمين؟ لانه حاسس ان هم حته منه صلى الله عليه وسلم. واشار ذلك سيدنا ابراهيم قال من تبعني فانه ايه؟ مني واعلموا ان فيكم رسول الله آية محكمة لكل الأمة كل العصور واعلموا أن فيكم رسول الله. فهمت بقى الحكاية؟ أمة النبي أمة غالية خلاص إن أمة النبي أمة غالية عشان كده من الحاجات اللي بتدخل النار أنت إنك تنكد على واحد مسلم من الحاجات اللي بتدخل الجنة إنك أنت تدخل السرور على قلب المسلم فدليل إن المسلم ده غالي. نعم إذا كان مجرد تغير دمه توديك في دهيك فشوف أنت غيرت دم كام واحد بقى من يوم ما اتولدت عملت مشاكل كثيرة تحاول تصلح أمورها إن شاء الله. يا الله ولو أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ثم مات أخرج من تركته لكل يوم مدان لأصل الصوم الذي فاته ومدة التأخير وليس للولي أن يصوم على القول الجديد وإحنا عندنا المذهب القديم والمسلمين إن له أن يصوم واما على القول القديم وهو المعتمد كما مر فله ان يصوم فاذا صام حصل تبارك اصل الصوم ووجبت الفديه للتاخير فقط فديه التاخير فقط كويس يبقى لو الولي صام يبقى سقط الصوم عليه الفديه ناقص الفديه اللي هي فديه التاخير سميها غرام التاخير بلغه ايه القوانين قول ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان بل لا يجوز تعجيل فدية يوم قبل دخول ليلته اللي هي غروب شمس غروب شمس وقول ويجوز بعد فجر كل يوم اي وبعد غروب الشمس في ليلة كل يوم
فقوله بعد فجر كل يوم ليس بطيب لأنه يجوز تعجيل فدية كل يوم فيه أو في ليلته ولو قبل فجره كما يؤخذ من الخطيب اللي هو الخطيب الشربيني. وصرح به الشيخ عطية فقول المحشد والبرماوي لو قال ولا يجوز إخراج فدية يوم قبل فجره لكان أولى فيه نظر، لكنه نظر لظاهر عبارة الشارع اللي هو مين؟ اللي هو ابن قاسم. كان الأولى يقول إيه؟ قبل غروب إيه؟ شمسه. اسمح انا لو واحد هيفطر وهيفطر من كل يوم مولد اولى حاجه ان يفطر من يوم ليومه. ايوه للمسلم عشان يبرر ذمته اوضه. طيب لو عدى رمضان كله يطعم المسكين حتى لو خارج رمضان؟ ايوه مش شرط يطعمه في رمضان، مش شرط يطعم المده ده في رمضان، يعني مش شرط يطعم صائم. لا لا مش شرط يطعم صائم، ومش شرط يطعم عدد، ممكن يديله عدد الامداد كلها لواحد بس خارج 30 مدة ديهم لفقير واحد ممكن، وفي غير رمضان، في غير رمضان مثلا، بل في يوم لا يصح صومه كيوم الفطر اديله مدة ممكن، لان ده مدة طعام مش بقول له لازم تفطر دلوقتي او تصوم، يعني مش بقول له كده، هو ده تملك ليه يعني ياكله بقى زي ما عايز براحته. يعني دكتور التأخير مع الجامع يقول ايوه التأخير بعد رمضان مع الجمع الامه اللي يوم مع ايوه ولكن التقديم مع التقديم ولا لا يجوز التقديم يعني لا وانا لا ولكن لو عايز يبرأ ذمته اولا باول يبقى يوم بيوم. لو عايز يبرأ ذمته يوما بيوم يبقى يوم بيوم. لو عايز ياخر كل مره واحده علشان يخرج من بطلان التعديل واخد، لان لو عجل يبقى ياخد ثواب الصدقه مثل الكفاره، ما هياخد ثواب برضه انه اطعم المساكين لكنه ثواب صدقه مش كفاره، زي اللي يذبح قبل صلاه العيد بتاع الاكل ويوزع يبقى ياخد ثواب صدقه لكن مش اضحيه. نعم فهمت في الفرق بين دي. طبعا كنا قلنا ان ممكن يضرب النيه لو كان لا يضرب شفاء واضح. ايوه طب كان ليه يضرب النيه؟ طب ليه ما يقولوش ان تبخر؟ لانه هو اصلا ما يعرفش هيعيش امتى ولا لا بكره مثلا. يعني لو ده عايشين نفس بنفس، ده احنا عايشين نفس بنفس بل لحظه بلحظه. خد بالك ان الخلق اللي انت شايفه ده واللي انت شايف نفسك ده مش انت من لحظه، ده انت مخلوق جديد لحظه بلحظه لحظه بلحظه. ليه؟ لان لك وجه على الفناء ووجه للوجود. الوجود كل الاكوان كده اصلا هي على حافه الفناء وحافه الوجود. كويس؟ كل الاكوان كده. فاذا تركها الله صار الفناء في الحال. فان امدها تظل الوجود. فلابد المدى دي هو مستمر. ثاني المدى الثاني هو السر الثاني اللي هو ايه؟ الحقيقه المحمديه. لولاك لولاك ما خلقت الافلام. ما ظهرتش اصلا. لان هو اللي بيمد. ربك يمد الحقيقة والحقيقة تمد الباقي، لأن الباقي غير صالح لأنه يمد مباشرة لا يتحمل القهر لأنه قاهر سبحانه وتعالى قاهر. فلو تعامل معك وأراد أن يمدك مباشرة لا يوجد لك وجود، لكن لما أراد أن تكون موجودا خلق ذاتا تصلح للوجود والعدم قابلة للمد والإمداد اللي هي الحقيقة المحمدية. كويس؟ طب يومتك اول باول. واداك مثال، مثال في الدنيا تعرف ان انت دلوقتي مش انت من لحظه ومش انت بعد لحظه، لكن لتوالي الامداد وترابطه بسرعه بتشعر انك موجود مستمر. ما بتلاحظش انينات الفناء. واضح؟ مع ان في فناء بيحصل بس ايه؟ المدى بيجي يلحقه فيثبت ده يثبت ده يثبت، فانت ماشي بالصبر. فهمتني ازاي؟ واعتقد بل هم في نفس من خط الجميل. هذه معنى احد معاني الايه، الايه اوسع. تمد كلام الله اوسع من كل معنى. ويدل على كل معنى. المثال ايه؟ الشمعة. الشمعة طول ما هي بتولع النور اللي طالع منها دلوقتي مش هو النور اللي طالع منها من لحظة. لأنه فنى وخد جزء جديد من الفتيل، وفنى وخد جزء جديد من الفتيل، وفنى لكن انت شايفه مستمر وفي الواقع هو غيره. يا سلام. ادي ده مثال الوجود. دور الشمع. يا سلام.
فهمت بقى المثال ده؟ وعلى تفكير احنا نقول يخرج اول باول لان هو مش ضامن يبقى بره المثل، وما يخرجش مقدما لانه ما يعرف هيستمر الامداد ولا هينقطع ويعود كما كان. فهمت؟ لا ممكن تطلع عدد الامداد يعني عدد الايام لواحدة، يعني انا علي عشر كفارات عشر امد اطلع الواحد بس، واضح؟ وادهم له مرة واحدة بس مش لازم ادهم له بالتقطيع يعني. لا قول هو الحامل اي ولو من زنا او شبهة ولو بغير ادم، يبقى الحامل قد تحمل من زنا وجاء عليها رمضان وخايفين على الجنين لانه ده روح. شوف المسلمين ده رقيم ازاي، شوف بقى المسلمين رقيم ازاي وحاجه عاليه ازاي، شوف النبي لما دخلوا وشوف احنا جهلت المسلمين دلوقتي ما عندهمش هذا الرقي ازاي وعندهم انتقام. لا النبي عنده رحمه والاسلام كله رحمه، دخلوا الغامديه حامل من الجن قال لها حتى تضعي واوصى وليها ان يحسن اليها، مش تقعد تعيرها بقى سب خلاص يحسن اليها يعني يقوم بيها ويقول لها انت نسى كتير ومتابعه الحمل وكل حاجه ودي احسن من تشفى وكده، ادي معنى احسن اليها تولدها في احسن كده، مع ان حمل ايه؟ زب، لان اللي بطنها ده روح محترم. واضح؟ طيب وبعدين لما جات له بعد ما ولدت قال لا حتى ترضعيه فينفصل، كل ده على سند العيل زي ما بيزن. فهمتني بقى ازاي؟ فكونها زنت دي حاله، وقبل انها تتوب وربنا يقبلها دي برضه حاجه، واللي بطنها ده حاجه ثالثه، ويبقى ربنا سبحانه وتعالى ايه لا ييأس من عبده ابدا، بل يزع من عبده اللي ييأس منه، إنه لا يأس من رحمة الله من روح الله إلى القوم الكافرون، كافرون بنعمة الله، كافرون برحمة الله، الكافرون بسعة الله وفضل الله، اللي هو قدر الله حق قدره، لكن ربنا واسع كريم حليم لطيف. فالحامل ولو من زنا ده يبقى نوع، أو شبهة، حمل شبهة، كانت نايمة على سرير أختها وجوز أختها أعمى جاب الليل فاكر ان دي مراته، فايه فجمعها وهي نومها تقيل ما دريتش، فاقت من نومها بعد ما خلص الجماع، يبقى اسمها موطوعه بشبهه، دي مش ثانيه دي ليست ثانيه، والثاني ما عملش حرام كمان لانه خطا. فهمت؟ سموه ايه؟ وضع شبهه، دي صوره من وضع الشبهه. فحملت برضه يحترم الحمل ده، الحمل ده يحترم. واضح؟ وضع شبهه صوره ثانيه زي العقود العرفيه اللي العيال بتتجوز بيها اليومين دول من غير علم اهاليهم، اهو ده عقد باطل ويصح على بعض المذاهب الضعيفه، لكنه عقد باطل فيسموه عقد وضع شبهه. يعني مش لا وضع شبهه، لان في شبهه عقد، هو اصلا ما تدرجش على الزنا على طول، ده هو عمل ورقه على الثانيه فدرج، فالورقه دي اعتبرها عقد يبيح، فعنده هذه الشبهه وده هو سبب الشبهات، فيبقى من الزنا يسموه ايه؟ وطء شبهه. واضح؟ يبقى وطء الشبهه له صور كثيره، يبقى لو حامل من زنا او شبهه او بغير ادم تصورات كلها قد لا تحدث الا بعد تقدم العلم، يجرب يجيب ماني مثلا حيوان ويحقنه في رحم امراه ويجرب تجارب قديمه، العالم الاجانب دلوقتي قاعدين بيجربوا تجارب عميقه في الشكل لا تخطر في بال احد، درجه خلوا راجل يحقن الله خدوها وفتحوا بطنه بعد ما رب الجنين زيجوت وراحوا زرعوه في بطنه في التجويف البريتوني وقعدوا يتابعوا الحمل وبعدين في الاخر عملوا له قيصريه وطلعوا الجنين، ما اعرفش عايز بقى ولا ما عادش، بس المهم احنا بيعملوا تجارب قاعدين يعملوا تجارب، لكن الفقيه لازم يتابع الاحكام بالنسبه لي حتى التجارب، وزيد في التوراه الغريبه.
فلو كان حتى حمل غير أدم ما كان الحيوان منها فحرص الله أحد نعمل فيها إيه وجاء عليها رمضان نعمل فيها إيه. شفت بقى الشرع الإسلامي واسع إزاي ورحمة لأنه جاي من عند الواسع فخليك عبد الواسع عبد اللطيف عبد الحليم عبد الغفور ولا أنت عايز تبقى عبد شديد يا قبل هو فين عبد الرحيم طب هو شديد يا قبل هو رحيم برضه فين والحامل أي ولو من زنا أو شبهة ولو بغير آدم والله لو يقرأ كتب فقه المسلمين لا يعرفوا يعني إيه المسلمين بيحترموا الإنسان لو عرفوا الكتب دي يفهم احترام الإنسان إزاي لكن هم مش متعلمين وقول والمرضع أي ولو مستأجرة أو متبرعة مرضع مستأجرة أو متبرعة وتتعب وخايفة على الواد لا أحسن إيه اللبن يقل مع إن الواد ده أجنبي عنه بعض يباح له احتراما للي بيرضع الغلبان طفل صغير او متبرع ولو لغير ادم يا سلام ولو بتربع معظم ما انا مات ولو بتربع غير ادم عندها معظم وامها ماتت وهي استبراء لبن بتعصره وتربعه للنعم او للارث او لحيوان محترم رفق الحيوان يقول عليها رمضان وهي عارفه ان الصالح هيجيب في لبنها النور ده بيتربع حيوان ثوب لا ده روح شفت بقى المسلمين ازاي عاليين ولو لغير ادم ويلحق بالحامل والمرضع تفصيل من افطر لانقاذ حيوان محترم ادم او غيره اشرف على هلاك بغرف او غيره يعني شاف مثلا كلب بيغرق كلب حرام وهو بيعرف يعوم النار في البحر وانقذه وهو من نصه بيقتله بلع الميه كذا مره ودخلت الميه في ودانه قطر يبقى خلص مجرى السلام يبقى هنا في عذر بس تعليم على القضاء على القضاء كويس حيوان محترم ادمي او غير او غيره هو في حيوان محترم يسمى ادمي والادمي حيوان 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 هو حيوان ناطق كده برضه حيوان ناطق بس لو كان هنا رقيق يسموه حيوان ادمي حيوان ادمي رقيق لانه مات وهو محترم لانه يعتبر من انا مش فاهم حيوان محترم لانه محترم لانه ادم زي كرقيق نعم الرقيق ده ما يعتبرش انسان لانه ملوش انسان كامل الاهليه وبالتالي هو ادمي من جهه وحيوان من جهه لانه بيباع زي الحيوان بيباع في سوق رقيق فدي صوره حيوانيه ان هو مال ودي صوره ادميه ان هو انسان مكلف ببعض الشرع وليس بكل الشرع فمش مكلف بالزكاه ولا بالحج كده بس لكن مكلف بالصيام والصلاه وخلاص او غيره ولا مكلف حتى بالجهات السبيل الله ولا حتى بالامر المعروف نعمه شوف قد ايه مش مكلف بالحاجات هو مكلف بخدمه سيده اللي هو يملكه وانه ما يكونوش في ماله ولا في عرضه وانه يؤدي صلواته ويصوم رمضان لو عمل كده يدخل الجنه مطلوب منه اكثر من طول ما هو رقيق من افطر لانقاذ حيوان محترم ادمي او غيره أشرف على هلاك لغرق أو غيره فإن خاف على نفسه ولو مع المشرف فعليه القضاء فقط لو كان خايف على نفسه يبقى إيه أو على نفسه وعلى اللي بينقذه يبقى عليه القضاء فقط فمش خايف على نفسه ده خايف على اللي بينقذه بس يبقى عليه القضاء أو القطرة لأنه اتفق بها اثنين اتفق بها روحين فهمت؟ وإن خاف على المسلم فقط وجب عليه القضاء والفدية لأنه فطر سفرا سفر لأنه سفر ارتفق به شخصان وأما من أفطر بإنقاذ نحو مال غير حيوان فعليه القضاء فقط مطلقا يعني نط في البحر علشان يجيب الشنطة اللي وقعت فيها فلوس كتير فيها جواز فيها أي حاجة مهمة فأنقذها فاضطر يبقى عليه القضاء فقط
الموقف خلاص بقى حالك الثلاثة نفس زي فعليه القضاء فقط مثل أنه لم يصف به إلا شخص واحد الحالة الثلاثة زي الأم والجنين لو قضى على الجنين فقط عليها القضاء لا عليها القضاء والكفار لو قضت على الجنين فقط يبقى اتفقت بالجنين واتفقت بنفسها لما تفت اتفقت باثنين ولو قضت على نفسها عليها القضاء بس ولو كان مع الجنين قالوا إن خافت على أنفسهما ولو مع الحملة الأولى والولد الثانية أنفسهما اليمين الحامل والمرضع ولو مع الحملة الأولى للحامل والولد الثانية للمرضع فإن قيل إنه حينئذ الطفل ارتفق به شخصان فكان الظاهر وجوب الفدية في هذه الحالة أجيب بأن الخوف على أنفسهما مانع من وجوب الفدية والخوف على الحمل والولد مقتض له فغلب المانع على المقتض لأن القاعدة أنه إذا اجتمع مانع ومقتض غلب المانع على المقتض زي ما بالظبط واحدة حائض وفي رمضان الحيض مانع ووجودها في رمضان مقتض الصوم يغلب المانع على المقتض قاعدة كده حائض وعليها طلب ويجي طلب الأذان الحائض يمنعها والأذان يقتضي أنها تصلي فيغلب المانع على المقتضي طيب قتل أبوه كونه أبوه يورث والقتل مانع يبقى النسب مقتضي للإثم وقتله لمن يرثه مانع فيغلب المانع فلا يرث القاتل من قتله فهمت بقى القاعدة؟ ناس ليها صور كتير بقى حط القاعدة دي تلاقي فيها صور كتير وقول ضررا يلحقهما بالصوم كضرر المريض اي وهو الذي لا يحتمل عادة او الذي يبيح التيمم على الخلاف الصفر اخترط اي وجوبا خايفة على نفسها ما فيش حاجة اسمها ايه لا برضو الصوم وتضغط على نفسها حرام وصح قومها حرام ويصح قومها ولكن الحرمة تمنع الثواب ولا تمنع الصحة لو معنوية تمنع الثواب ولا تمنع الصحة واضح يعني صومها صحيح ويسقط عنها القضاء والكفارة ولكن لا ثواب عليه لعدم التزامها برفق الشرع بها لأنها خرجت عن يعني روح الشرع والشرع نهانا عن التعمق هلك المتنطعون هلك المتنعمقون فهمتني بقى ازاي؟ طيب وقوله ووجب عليهما القضاء عليهما اللي هم الحامل والمرضى اي بلا فدية كالمريض الذي يرجى برده بجامع الخوف على النفس في كل ولم يوجب تعالى على المريض إلا القضاء كما هو الظاهر من قوله ومن كان مريضا الآية فإن المتبادر من اقتصاره على القضاء عدم وجوب الفدية لسكوته عنه قول وإن خافتا على أولادهما أي فقط دون أنفسهما وتسمية الحمل ولدا من باب التغليب أو مجاز الأول للحامل يعني الحامل ابنها نعتبر ولد مجازا مع أنه بطنها أو مجاز الأول اللي هي الحامل وقالك الحامل والمرضى وقال هنا أولادهما يبقى بالنسبة للحامل الولد معنى مجازي وبالنسبة للمرضى الولد بمعنى حقيقي ولا يلزم في المرضى أن يكون الولد ولدها فالإضافة إليها حينئذ لملابستها له وإن لم يكن ولده مستأجرة ابن أختها أو ابن أخوها هي وقول أي إسقاط الولد في الحامل أي بالنسبة للحامل يعني خايفة لا يسقط الولد منها يجي لها طعم وفي تسمية الحمل ولدا مجاز الأول وإنما عبر به الشارع لمناسبة المتن وقول وقلة اللبن في المرضع فيتضرر الولد أو يهلك وقوله افترط أي وجوبا مش استحبابا وجوبا وقول ووجب عليهما القضاء للإفطار أي لكونهما افترطا وقول والكفارة أي الفدية ولو عبر بالفدية أولى لأن لما تخلق الكفارة تيجي في بالك الكفارة الغزو فكان حقه للفدية علشان يشيل ما يوهم من العبارة
ولو عبر بها لكان أولى، لأن الغالب أن الكفارة تنصرف للعظمى عند الإطلاق، فهذا من غير الغالب كما تقدم التنبيه عليه. وقوله أيضا أي كما وجب عليهما القضاء ولا فرق، يعني الفدية أيضا يعني معناها القضاء والفدية أيضا معنا، ولا فرق في ذلك بين المريضتين والمسافرتين وغيرهما. نعم، إن أفطرتا لأجل المرض أو السفر فلا فدية عليهما، وكذا إن أطلقتا في الأصح. والكلام في غير المتحيرة، متحيرة نوع من الاستفتاء اللي بيبقى عندهم استحارة، استحارة يعني الدم مستمر معاها طول الشهر وهي غير مميزة وغير معتادة، غير مميزة يعني نازل دون واحد طول الشهر، وغير معتادة يعني لم يسبق لها عادة شهرية أو لم تتذكر إيه عادتها قدرا أو وقتا. يبقى المتحيرة أنواع. طبعا الوقت الفقهاء ما بيلاقوش النوع ده، لأنه بقى أطباء الناس الحمد لله عاملين شغل كويس، فبقت الستة كتر بدري بدري، ما بقتش حكاية الستة قاعدة تنزل كل الشهر، هي هتروح للدكتور يديها راس تتعالج، ما تعالجتش يشلها الرحم يريحها ويريح الكثير وانت هنا على كتفي. إنما كان زمان المتحيرة دي سموها المتحيرة لأنها هي نفسها محتارة تصلي إمتى وتصوم إمتى وجوزها يقربها إمتى وإمتى تنقضي عندها لو طلقت، وفي نفس الوقت محيرة الفقيه معاها، فالفقيه محتار وهي محتارة فسموها المتحيرة. والكلام في غير المتحيرة، أما هي المتحيرة فلا فدية عليها للشك إذا أفطرت 16 يوما فأقل، لأنها أكثر ما يحتمل فساده بالحيض 15 يوم أكثر مدة حيض، فإن أفطرت أكثر منها وجبت الفدية لمزاد يوم واحد بس، حتى لو أفطرت رمضان كله لزمها مع القضاء فدية 14 يوم بس، وتيجي في اليوم 15 ده احتمال يدخل في الحيض واحتمال يدخل في الطهر، فده مشكوك فيه يظهر، فهمت؟ ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد. جابت ثلاث عيال بتردحهم يبقى برضو هي فدية واحدة مش بعدد العيال، يعني لو في توائم ما تتعددش بتعدد الأولاد، أو هي مرضع وتتأجل وعندها ثلاث أربع زي ستنا حليمة سعدية ربنا تعبها بإيه بإرجاع النبي وكانت تتردع معاه ابنها عبد الله. ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد لأنها وجبت لأجل فوات فضيلة، فضيلة وقت الفوت. يبقى الفدية هنا بتعملها ليه؟ لإدراك فضيلة الوقت، والقضاء لإدراك فرض الصوم، لما كل حاجة لها فائدة. كما مر فلا فرق بين اتحاد الولد وتعدده. قول والكفارة أن يخرج عن كل يوم المد، أي من جنس الفطرة اللي هي قوت البلد ونوعها وصفتها، ويعتبر فيه أن يكون فاضلا عن قوته وقوت عياله وعما يحتاج إليه من مسكن وخادم كما في زكاة الفطر. وتصرف الكفارة للفقراء والمساكين دون بقية الأصناف الثمانية في أبواب الزكاة، ولا يجب الجمع بينهما، يعني ما يشترطش أنك تجمع بين مثلا الفقير والمسكين أي واحد فيهم، وله صرف أمداد منها إلى شخص واحد لأن كل يوم عبادة مستقلة، فالأمداد بمنزلة الكفارات، ولا يجوز له صرف المد إلى شخصين، ما ينفعش يبقى يدي المد لاثنين هيتخانق ما يكفوهم، المد تدي له واحد على أساس، لأنه تعالى قد أوجب صرف الفدية إلى الواحد حيث قال فدية طعام مسكين، والمد فدية فلا ينقص عنه، وفي قراءة فدية طعام مساكين، كويس؟ يبقى على سبيل تعدد المساكين بتعدد الأمداد، يبقى رواية قراءة مسكين واحد بينت أنه لا يجوز قسمة المد، وأنه قراءة الجمع يجوز أنه يعطي لجمع من المساكين، فكل قراءة ايه بتدي لك معنى، فما فيش تناقض. قوله وهو كما سبق اي في كلامه، وقوله رطل وثلث وهو نصف قدح مصري كما تقدم، وقوله ويعبر عنه بالبغدادي اي أيوة والمعنى واحد، لان بغداد من العراق فالبغدادي عراق. احنا قلنا قبل كده ان المد ربع صاع والصاع 2 كيلو ونص، يبقى لما تيجي تجيب ربع 2 كيلو ونص يطلع 625 جرام، يبقى ده لو عايز بالضبط.
كل غلمة الواكل تيسيرا على الناس والمياسيدي الصاع 3 كيلو ويبقى المد كيلو لارو سهل. تعرف الصاع دي عشان ده تطلع زكاة الفطر تطلع ما يعادل 3 كيلو او 2 كيلو ونص على الاقل ده زكاة الفطر. وتعرف المد ليه علشان ده في الكفارة كفارة الزهر والقتل الخطأ وكفارة اليمين وغيره. قوله هو المريض اي الذي يرجى برؤه. طب نقف عند دي بقى لان احنا ايه طولنا النهارده فنقف عليها ان شاء الله بعد الاجازه. يبقى احنا هناخد اجازه الخميس القادم والذي يليه ونلتقي الخميس يوم 18/12 الخميس 18/12 ويوم السبت القادم في البخاري ان شاء الله بعد بكره في الازهر وناخد سبتين بعديه اجازه ونلتقي السبت 20/12 ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله كما يليق الله بك عن الاسلام. جزاكم الله خيرا. يا الله ما بنعرفش نخلص المطلوب مننا ابدا ولا مره ولا مره يا حاج والا هنعدل الفجر. بس لو كان بيتعب مش قال الطبيب اللي بيعالج يعني دي بعدها والله الصيام بيريحني من بعد الحالات الصيام بس في الواقع زي الزنا حرام الواقع قدامك تعمل ايه؟